إيه ليك يا ريهام، ليك وانت ونايمة عينك مفتوحة، شفتي ليك مسكرة بتضل تفتح، يعني ما في قص لك جفن عينك. اوكي هيدا لازم تكتب عين الاعتبار، لاحظتي؟ حتى وانت ونايمة عيونك مفتحين، ما عادش في قص لك شوي عيونك من فوق. ليك شفتي انت بتنامي هيك حلو. كرمال هيك لازم هيدا كنت عم تقولي لي انه قصلك افتح لك عينك من هون، ما هي فاتحة من دون ما افتحها ليك. بصير لازم الانسان يسكر عيونه بس ينام. ليك ليك